انسحب يا تستقيل. هي حتى من ايام من بي 6 هو اسمه زمبروت. انا عايز ساي انا مش عارف اركز. لا ايطالي قوي. ايوه ماشي يا حمودة. في احلى بيتزا يا باشا. نقطة مجاملات، نقطة مجاملات. أيوة. أمي عايز تفرح بيا. لا والله بالله هو مداش هرزع كوبي رايت في الحلقة خليها ما تتزعش. كفاية بقى. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ ايه الاخبار؟ تمام يا ابو حميد. كله زي الفل. نسال سؤال مهم جدا، لابس التيشيرت ده ليه؟ انا ده بتفائل بيه. انتوا جايبين لي راجل بتاع صحف العب معاه هيكسب. لا الصحافه دي يا عم اسمع مني. انا عندي سؤال بس، كنت عايز تيشيرت ريال مدريد ليه؟ عشان العب شخصيه البطل. اول لعبه معانا اسمها الاسم الاول، بقول لك اسم اللعيب وانت بتجس ايه الاسم الاول بتاعه، بتحاول تفكر هو كان اسمه الاول ايه؟ زي رونالدو بنقول كريستيانو رونالدو وهكذا. دينا يعني هيقول لك رونالدو اسمه الاول ايه؟ عادي بقى استنى كمان شويه نكون الناس عارفه ام رونالدو اسمه انا شويه اكون نسيت يا مش عارف بصراحه ام رونالدو اسمه رونالدو. طبعا اللعبه دي تعتمد على السرعه، اللي بيجاوب الاول هو اللي هيودي. وانا في السرعه ما اقولكش السؤال الاول. واللي مش هيعرف يجاوب لا يكلف الله نفسا الا وسعه. السؤال الاول سهل جدا وبسيط. امه هي وكيلته ومش امبابي بس هو فرنسي برضه وهو رابيو. ادريان رابيو. ادريان صح. خلي بالك سفاح. اندريان رابيو. ادريان. ادريان رابيو. لا ادريان رابيو. ادريان رابيو. الاسم الجاي معانا هو فيكاري حارس توتنهام. يا نهار اسود. لا ادريان. لا لا مش هقول له ادريان. انا قلت يعني فيكاريو. فيدريكو فيكاري. غلط. مش فالفيردي مش اي حد. فيدريكو فيكاري. غلط. فيكاريو. فيكاريو. فيكاريو دخل بقى خالص المفروض يلعب مكان دوناروما ولا انت تفضل مين يا محمد؟ لا انا افضل فيكاريو بصراحه. دوناروما ده هو صعب قوي بصراحه. اسمه جوليمو فيكاريو. جوليمو زامبروتا. بروتا اول حرف الجي. هم كلهم جورجيو. جورجيو جوليني جورجيو مش عارف ايه بقى كده مش لا اللي بعده زامبروتا. لا يا معلم اصل الاسامي ديت الاسامي دي هي حتى من ايام من بي 6 هو اسمه زامبروتا. ده ايطالي بحت. ده طبعا لا ايه هيبقى انا عايز ساي انا مش عارف اركز. زامبروتا. يا نهار اسود. يلا يا عم الايطالي ورينا يفرش البيتزا على الطاوله. خلي بالك هو انا لما جلوكا زامبروتا جامد يا باشا. ولا لا بجرينتا قلت لك عشان ايطالي. ايوه يا باشا غلط. حموده في احلى بيتزا يا باشا. الاسم اللي معاه الثاني هو كليني. جورجو. جورجو كليني. جورجو كليني. هو اسالك انه قالها من شويه اصلا. قال لك كلهم اسمهم جورجو. جورجو كليني. لسه هعمل لسه جديد. لسه مسلم نمر يا مسهل الحال. لسه ده عرفته خلاص. لسه مسلم نمر. جورجو كليني. كليني جورجو. عرفته منين؟ جورجيو كليني. والتاني ليوناردو بينوتشي. باين الاسم الجاي هو صوره من اسطير ايطاليا. مفاجاه بقى دي بالنسبه لي. مفاجاه دي بقى الحاجه الجديده بقى. كده بقى انا اتفاجئ. لا جديد. هو حارس اليوفي لكنه مش اسطوره ايطاليا. اسطوره بولندا ولا تشيزني. تشيزني. والله نفس المعنى. ايش هذا؟ الاسم الاول بقى بتاعه الاسم الاول ايه بقى؟ ندي هنا نقطه للاستاذ حسام عشان هو قال تشيزني على طول. يا عم انت بتهزر كده يا عم. يا باشا ما انت بتهزر. هو في حد احلى تيم في المكان ده؟ يا باشا هو في حد لعب في بولندا؟ في حد بولندي لعب في؟ ايوه طب روبرت ليفاندوفسكي. يلا حكينا السؤال اهو لو مجهز. نقطه مجاملات. نقطه مجاملات ايوه عادي عشان الناس جت ما خدتش الوجبه فاداه بنقطه. يا جماعه اللي هيشتغل تبع الشكاوي هيشوف الفيديو يبقى يشوف القصه دي. في فوتشيكيتس. يلا يا عم الحاج احنا ناقصين لمخه في الكلام. اصيل لمخه. فوتشيك تشيزني. فوتوتشيني دي يبقى جامد. فوتشيك تشيزني بس هو اسمه ايه؟ فوتشيك تشيزني. انت عارف اسمه ايه؟ انا عارف فوتشيك تقريبا ابن اللعيبه صح؟ ايه ده؟ نكونكو. كريستوفر كريستوفر. اكسكيوز مي اي دونت اندرستاند يو. Can you speak slowly slowly؟ كريستوفر. ما تتكسفش. كريستوفر. لا انا لو منك ما احسبهاش. كريستوفر نكونكو. هو خلي بالك هو شاور لي بايده كده كان بيزعل. انسحب يا تستقيل. بقول لك بيحتفل ازاي كمان بيجيب بالونه زرقاء ويقعد يعمل كده. كريستوفر نكونكو. ايه؟ انا مش قلت كليني؟ ايوه خلاص. كريستوفر. كريستوفر. هو قالها الاول. هو قال كريستوفو. انت خدت الاسم مني حتى لو انت غلطان صح فانت خدت الاسم مني. كريستوفر. لا لا لا. ايوه فعلا هي اولها سين. سامي. الاسم اللي جاي من الكوبه برافو. كلاوديو برافو. والله انا اللي قلت الاول. مين اللي قال الاول؟ قول بقى. انت طبيعي هتقول انت قلت الاول يعني خلاص قسم النقطه يعني. النقطه تعادل عشان قلتوها سوا. كلاوديو برافو. كلاوديو انا اللي قلت الاول اقسم بالله وحياه امي اللي قلت الاول والله العظيم. امي عايز تفرح بيا.
سندوتشاتك في ايدك على ما مسطرتك في كيسك مذاكرتك في دماغك مطوتك في جيبك اللي يقول لك غششنا قطعه اوعك تغشش حد. حاضر يا مامي. كلاوديو. لا 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 انا 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 انا, أنا, أنا, أنا. الاثنين كلاوديو. لا 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 خالد سبق. خالد سبق. في فور انت تشوف الفيديو والله بيحصل في الاخر. باك ليفت اشبيليا ارجنتيني اكوني ماركوس اكوني مع انا قلت انت قلت الاما انا قلت ماركوس لا 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 لا, 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 لا مش, مش معقول والله العظيم ثلاثه انا قلت ماركوس معلش راجع فيها كده هتلاقي انت قلت الاما انا قلت ماركوس لا 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 بجد بما يرضي الله بما يرضي الله بما يرضي الله انا والله لو قلت حتى لو هو لا لا انت قلت الام انت قلت الام الاول مفيش حاجه اسمها قلت الام الاول عارف هو ماركوس اكوني انت قلت الام الاول انا قلت ماركوس كلها على بعض الاول انا خلصت الاول بعد العوده للفور لا انا اعترض الموت تحس اللي بس لا لا آه لا والله آه انا اعترضت فيه بجد مانويل اكونيا ايمانويل اكون هي اول حرف الميم ماركوس اكونيا بالظبط ماركوس باك ليفت بتاع اشبيلي الواد الارجنتيني ده ماركوس ماتيوس او ماتياس هو قال ماركوس هو صح بس انت سمعت منين ده صعب قوي والله لا انا عارفه انا عارف كان مدرب منتخب البانيا البانيا ونجم مانشستر سيتي زبلت انت عارف ايه اللي خلى زبلت يروح البانيا الالبان هناك كويس حبيبي حس نقطة تاني نقطة على الفي والله نقطة بيس يا مان بيس لا والله بالله هو مداش هرزع كوبي رايت في الحلقة خليها ما تتزعش كفاية بقى اسمه زبلتا اسمه بيبدأ بحرف ايه طيب سخن الأعلى قول ماشي بي 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 على على اسم مغني راب مين بول أنوار بول أنوار يوسف أبو يوسف زبلتا اسمه بو بوغاش على اسم مغني راب مشهور بابلو زبلت بابلو زبلت يا ابن اللعيبة حلو زبلت الحارس بابلو زبلت ماشي انا قلت زبلت اقول بابلو على زبلت بابلو زبلت هو انت جيست قبل انا اقوله صح؟ شيستر سيتي لا بقولك سيتي مطينه مانشيني هو ده قد جدي ده دفعه كبيره قوي زبلت زبلت اسمه الاول ايه من بابلو زبلت فروستو زبلت صح بابلو صح بابلو انا مش عارف كيف تنحط فروستو الاسطوره من اساطير ريال مدريد دي ستيفانو الفيردو ماشي ماشي اسمه ايه هو. الفيردو الفريدو الفريدو الفيردو الفريدو الف لام فيه ر ي د واو لا انت كده قلت الفيردو انا قلت الفريدو هو سبيل صح بس انا غلط انا قلت الفريدو الفريدو بس لازم نقطه بلديه طبعا لا طبعا الفريدو دي ستيفانو جديد قديم نص هتلاقيه في كل حته طالع جاي لك من هنا جاي لك من هناك ماركوس هو انا ليه بقول كله ماركوس اسينسيو ماركو جنبنا لا الحاجات الباكج المحنكين في الاول لا ايه ايه ستيفانو الفيردو الفريدو 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 دي ستيفانو باتيستوت جابرييل عمر باتيستوت اسمه جابرييل باتيستوت جابري عمر باتيستوت ما هو اسلم لما راح قطر جابري باتيستوت عمر جابرييل عمر جابرييل انت قلت الاسم الاول مين يا معلم تحسب النقطه لكابتن علي بعد الرجوع للفور شكرا ترجع في كلامك شكرا جابرييل عمر باتيستوت الله الله ده واخدها اكتساح يا باشا بس انا كده هبدا اشك ان هو عارف يا باشا بقول لك يا باشا باتيستوت يا رجع من اللي كسر فشخ ارد لك فادي شايف شايف ما لحقتش اتبسط للدرجات مبروك علي لكن انت عشان تيشيرت تريزي كده كده خلصت حلقتنا ومين احسن لاعب ومين اسوأ لاعب ومين اسوأ لاعب اسمي كتير في الكومنتات ونشوفكم في حلقات جايه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس استنيكم في حلقات جديده